هنا في قلب العاصمة الأردنية عمان يقع هذا الجبل، جبل الويبتة، أحد أعرق وأقدم الجبال السكنية التي قطنها العمانيون. يعد ملتقى الأدباء نظراً لتنوع الفعاليات الفنية والثقافية التي تقام فيه على مدار العام، وكذلك لوجود عشرات المراكز والمعاهد والجمعيات والروابط الثقافية التي تتخذ منه مقراً لها. يعتبر جبل الويبدة المكان المفضل لدى الأجانب المقيمين في الأردن، فالمكان عريق بالمباني العمانية ذات الطابع الفريد، وهو أيضاً غني بالتنوع الديمغرافي والديني، حيث المساجد والكنائس تتجاور في أرجاء الجبل، وكذلك يحتوي على عشرات المقاهي القديمة التي يجد فيها المثقفون وجهتهم المفضلة. جبل الويبدة هو ممثل الفسيفساء الموجود في مدينة عمان من حيث مكوناته، ويحتوي على جميع مكونات الشعب الأردني من شتى الأصول والمنابت. وجبل الويبدة هو جبل الثقافة بامتياز، وجبل الويبدة عاصر نشأة الدولة الأردنية من بداياتها، وسكن في جبل الويبدة أشخاص كان لهم تأثير في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، فسكنوا الشعراء والأدباء والكتاب، وسكنوا رجال السياسة، سكنوا أمراء من العائلة الهاشمية. فكل هذا الحكي والتنوع الموجود فيه، التنوع البشري الموجود فيه، التنوع المجتمعي الموجود فيه، أدى إلى إثراء جبل الويبدة. وكان كل الناس الموجودين فيه من نفس الطبقة، كان هو بداية الطبقة المتوسطة في الأردن. يعني عدد من سكان الجبال بيّنوا أن سبب تسمية الويبدة يعود إلى نبتة كانت تنتشر في أرجاء الجبل واسمها الويبدة. قيل لي أنه في نبتة المواشي الحلال كان يأكلها اسمها الويبدة، فشافوا أنه بتستفيد الحلال وبنشط أنه نتيجة نبتة عشبية اسمها الويبدة. إرم نيوز تناول في جولته في جبل الويبدة أبرز المعالم في المكان، من سوق الخياطين إلى طلوع الخيام، وبملتقى فن وشاي الذي يحاكي بأسلوبه طابع المكان وهوية ساكني ورواده. فن وشاي مساحة ثقافية عامة، الهدف الأساسي منها أنه نجذب الناس على المكان اللي بيعرض ثقافة وفنون. إحنا بنستضيف أمسيات ثقافية، موسيقى، شعر، وبنفس الوقت المكان مفتوح لكل الناس، يعني أي حدا بيقدر يجي يدرس، يشتغل، يعمل اجتماع، يعمل ورشة عمل. هو مكان عام هدفه تقريب الثقافة والفنون للناس. إحنا الآن نوقف أمام مستشفى لوز بن لا، وهو من أقدم المستشفيات الموجودة في العاصمة الأردنية عمان. تأسس هذا المستشفى عام 1948 على أثر النكبة الفلسطينية لاستقبال أخواننا النازحين من فلسطين المحتلة وتقديم الرعاية الطبية لهم برعاية الراهبة تشيلية الأصل لوزميلا، وهي ساهمت بالعمل داخل هذه المؤسسة وبتقديم المنح والدعم لها. يقع هذا المستشفى كما ترون بجانب أم الكنائس، وهي من أقدم الكنائس في منطقة الويبدة جبل عمان. كما التقطت عدسة إرم نيوز بعض الأماكن القديمة والحيوية في جبل الويبدة كمستشفى لوزميلا ونقابة الفنانين الأردنيين والكتاب الأردنيين ورابطة الفنانين التشكيليين ومسجد الشريعة والسعدي وكنيسة أم الكنائس وسيدة البشارة والمعهد الثقافي الفرنسي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ومعهد اللغات وعدد من المسارح الفنية والمتحف الوطني للفنون الجميلة ودارة الفنون وغيرها من المعالم في الجبل.